كلنا يعلم أن وراءنا من هم وغم الدنيا ما لا يخطر على بال. لقد خلقنا الإنسان في كبد، ووراءنا الموت وسكرته، ووراءنا القبر وظلمته، ووراءنا النفخ في الصور وفزعته، ووراءنا الصراط وزلته، وكل هذا من يعين عليه؟ الله لا يعين عليه أحد إلا الله. هذه أشياء لا تشترى بمال ولا تدفع بجاه ولا تتحقق بمنصب ولا تستجدى بصديق ولا حميم، لا يقدر على أن ييسرها إلا العزيز الرحيم. فأين مقامك من عبادة الله تعرف به بعد ذلك هل ستنجو من ذلك أو لا تنجو؟